نتواجد بنادي شباب السلام بالمسيرة واحد بمدينة التمارة. هذا النادي العريق تم تتويجه الأسبوع الماضي بالبطولة الوطنية للوشو. نعم، مجموعة من الأبطال الذين أحرزوا ميداليات يقف خلف الستار ووراء هذا التكوين الأستاذ عبد القادر بن قداري. نعم أستاذي، كيف حصل ناديكم عن المرتبة الأولى؟ وكيف شتي هاد الوجوه هادو كاملين، هادو راه كلهم الأبطال، هادو هما الخلف ديال بن قداري عبد القادر وجمعية الشباب، هي اللي ديما تحرز على البطولة الأولى، ديما تجي هي الأولى في بطولة أفريقيا ولا بطولة المغرب، ولا ديما الناس ديال جمعية شباب السلام تيمثلوا المغرب في واحد التمثيل اللي ماشي ساهل، وتيديروا واحد المجهودات معنا لا الوليدات ولا والديهم ولا جميع الجمعيات وجميع العصاب والجامعة ديال واحد المجهود ديالها اللي الرئيس ديالها هو سي عبد الرحمن الصناري، تا هو تيعاون حقيقة تعاون ماديا ومعنويا، فهمتيني كاين شوية ديال التعب بزاف، ولكن الله سبحانه وتعالى غادي دابا يفرج هذا الشيء، هاد كاملة هاد المحنة اللي دازت تيكون فيها الخير، وتتشوف هاد الوليدات كاملين يربحوا الميداليات وجابوا البطولة وداك الشيء، تنتمناو إن شاء الله التمارة يكون فيها ديما الشباب اللي مثل المغرب في بطولة العالم وبطولة أفريقيا وبطولة عربية وبطولة دولية. أعطانا شي بطل ولا بطلة؟ كلهم أبطال إن شاء الله هالدول. نعم. أنا سميتي نهيلة الخوض، أنا تلميذة عند الأستاذ عبد الله بن قداري، كيعجبني الوشو، ويوم 23 فبراير قمنا بواحد البطولة واللي داتها الجمعية ديالنا 35 ميدالية. نعم. سلام، سميتي كنزة الشباب، كنت لعبت البطولة وجبت الميدالية والديبلوم، وعجبتني الشباب السلام صافي تقيت فيها وبديت لعبت. برافو. أنا سميتي ملك حمدي، بديت الوشو مع الأستاذ ديالي عبد القادر، من بعد بديت كنشارك في البطولة اللي دازت في 23 فبراير، عجبتني البطولة وعجبني الوشو حقاش الناس ديالو مزيانين ومعقولين، وكنتمنى بأن الآباء ديال جميع الأطفال يقيدوهم في هاد الوشو. السلام عليكم، سميتي معتز مداوي، سميتي معتز مداوي، لعبت البطولة 23/2020، وديت الميدالية، وداها لاصال تاعنا داتها شباب السلام ونحييهم. إذن أنا اسمي ريدا الفاروقي، يوم 23 شهر 2020 لعبنا البطولة، وكل واحد لعب بلي تيعرف، وكل واحد دار ميدالية اللي تيستحقها، وأنا تنهدي جزيل الشكر للأستاذ عبد القادر. السلام عليكم، أنا سميتي محمد يحيى وارا، لعبت البطولة ديال الوطنية ديال اللي كنسميوها البطولة المغربية، وديت فيها الميدالية الثالثة، وأنا كيعجبني بزاف هاد السبور ديال الوشو، حيتاش كنتعلمو فيه وما كندابزوش فيه، غير كنتصالحو مع الأداء ديالنا. السلام عليكم، أنا سميتي أمجد الخود، تقيد في جمعية شباب السلام، وعجبني الوشو ولعبت البطولة، وتلاقيت بزاف ديال الفراقي ولعبت ضدهم وخديت المرتبة الثانية.